هناك شياطين الإنس الذين يسرقون النور من القلوب، يقولون لكم لا تحتفلوا بميلاد رسول الله، يقولون لكم لا تمدحوا رسول الله. طيب أنا أقول لكم كلمة وبلسان عادي، أي واحد منا إذا مدحه أخوه يفرح أم لا يفرح؟ يفرح. الإنسان إذا كان مدح أباك لأبوك مدح، قال أبوك رجل ذو كرم وذو شجاعة، أبوك رجل ذو أخلاق، أبوك له كذا من الخصال والشيم، بدون شك تكافئ ذلك المادح، تكافئ ذلك المادح الذي مدح أباك ومدحك أنت ومدح بلدك ومدح أخاك تكافئه. لكن إن سمعت أحدا من الناس يذم والدك يقول والدك رجل ذو أخلاق سيئة، رجل كان بخيل، رجل كان كذا وكذا من الخصال الذميمة، بدون شك أنك تكره ذلك الإنسان. يا إخواني إذا كنا نفرح بمدح أنفسنا نحن، أنا إذا مدحني الناس أفرح وإذا ذمني الناس أغضب. الناس إن مدحوا والدي أفرح وإن ذموا والدي أغضب. طيب إذا كنا نفرح بمدحنا وبمدح أصولنا، لماذا لا نفرح بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بكل الخير؟ لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان لنا مجد، لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان لنا ذكر أبدا، والله ما كان لنا ذكر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في ضلال، كانوا في ضلال، كانوا في خذلان، كانوا في شتات، لكن جاء جمع كلمتهم، بصرهم بالحق، عرفهم بالطريق الذي ينجيهم من النار ويدخلهم في الجنة. هذا النبي لا يستحق منا أن نحتفل بميلاده؟ نحتفل، نحتفل بميلاده، نحتفل بميلاده، نحتفل بميلاده، نحتفل بميلاده أيها الإخوة. نمدح رسول الله، نمدح رسول الله، نمدح رسول الله، نمدحه، نعم نعم نمدحه. ولن يستطيع أحد من الناس أن يأتي ببرهان يبرهن به على منع الاحتفال بالمولد، والله لن يستطيعوا. وعلى أي حال قطع المسلمون شوطا، قطع المسلمون شوط، عرف المسلمون نبيهم، عرف المسلمون إسلامهم، عرف المسلمون ربهم، سواء تكلم فلان أو فلان لا تبالوا بذلك. هذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الله. وأنا أقول ستجتمعون برسول الله، هذا الحب سيجمعكم بالنبي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، ونحن نحب رسول الله. أسأل الله تعالى أن يجمعنا في أعوام عديدة، أسأل الله تعالى أن يجمعنا في مستقر الرحمة برسول الله،